بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لموقع الريفينو على هذه المواكبة الإعلامية للشأن النقابي في واجهة أساسية من الواجهات ديال الاشتغال اللي هو الورش التعاضدي. وكما يعلم الجميع بأن هذا الورش التعاضدي تم إخضاعه لواحد المحطة ديال الانتخابات كانت في 29 يونيو من هاد الشهر الماضي، واللي كانت على المستوى الوطني من أجل تجديد مناديب ديال التعاضدية. ونظرا لما خلفه هذا التجديد في مجموعة ديال الأقاليم ومجموعة ديال الجهات من ضجة إعلامية مواكبة ومن استياء عميق في صفوف الشغيلة التعليمية وفي صفوف أيضا مجموعة ديال المرشحين الذين لم يجدوا نفسهم في إطار مبدأ ديال تكافؤ الفرص، ولا في إطار أيضا مختلف الأعراف والمواثيق المنظمة لهذه العملية. بالنسبة لنا كنقابة وطنية للتعليم وبالنسبة لمرشحينا، أخذنا هذه المعركة مأخذ الجد، وقمنا بمجموعة من المبادرات في هذا الاتجاه، بدءا بتحضير العمليات على مستوى التعبئة وعلى مستوى الترشيح أيضا، وكان هناك مجهود كبير جدا بذل في هذا المجال، لكن النتائج كما يعلم الجميع نتائج صادمة، وسنتطرق إلى الدواعي والأسباب. قبل ذلك لابد من التأكيد على أن هذا الورش التعاضدي بالضبط على مدار سنوات وعقود ظلت ترافقه مجموعة من الاختلالات ومجموعة من الاختلاسات أيضا على مستوى التدبير المالي والإداري للشأن التعاضدي على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع في الجهات وفي الأقاليم. هذا التعاضدي أيضا خضعت للجنة ديال الافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية، وهذه الخلاصة ديال الافتحاص وقفت على أرقام صادمة جدا، وكانت هناك أسئلة مقلقة طرحت إبان صدور نتائج هذه اللجنة ديال المالية. أولا، لماذا لم تتدخل الجهات التي منحها القانون سلطة المراقبة؟ لماذا لم يتم إيقاف هذا النزيف ديال الاختلالات على مستوى التدبير المالي والإداري؟ ألا يمكن بالتالي أن نتحدث عن تواطؤ في هذه السرقة الموصوفة، علما بأن هناك طرف مهيمن لسنوات على مستوى التدبير الإداري والمالي، وهذا الطرف ركم من اختلالات على مستوى التدبير. وحنا في النقابة الوطنية للتعليم دائما وفي الفيدرالية الديمقراطية للشغل نشدنا منذ سنوات بدمقلطة التعاضدية وبدمقلطة كل الواجهات ديال التمثيلية ديال النساء ورجال التعليم، ولكن للأسف لازالت دار لقمان على حالها، وخير مؤشر على ذلك هو نتائج ديال الانتخابات ديال هذه المحطة ديال 29. هذه المحطة ديال 29 بدأت بمجموعة من المؤشرات دالة على الاختلال، وعلى أن أصوات ديال الناخبات والناخبين لن تكون في مستوى تطلع ديال الشغيلة ولا في مستوى تطلع ديال المرشحات والمرشحين. أولا، كان هناك إقصاء ممنهج وصريح أيضا لعريضة واسعة من المنخرطات والمنخرطين ترشيحا وتصويتا، ويتعلق الأمر بالأساتذة المفروض عليهم التعاقد. هذه الأساتذة المفروض عليهم التعاقد تقريبا واحد 102 الآن 102 يشتغلون في المؤسسات، وهناك أفواج الآن بصدد التخرج. هذا الكم الهائل من الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد كان لزاما أنهم يشاركوا في هذه العملية، ولكن هذا الإقصاء هو إقصاء أيضا غير مبرر. ثانيا، كان هناك استمرار في التعتيم والتغليط أيضا. هذا التعتيم والتغليط بدأ بعدم وضع اللوائح ديال الناخبات والناخبين في المديريات الإقليمية كما هو متعارف عليه، لأن الناس ورجال التعليم عندهم علاقة بالمديريات الإقليمية
وان هذه الانتخابات ستجرى ايضا في المديريات الاقليميه، ومفروض على الناخبات الاساتذه والاستاذات انهم يتوجهوا المديريات باش يتاكدوا ايضا من الاسماء، من الاسماء ديالهم، وهذه العمليه لم تتم. كايضا تعقيد المسطره ديال الترشيح، مسطره ديال الترشيح كانت معقده، ونحن عانينا من هذه المسطره هذه، بدليل ان جوج ديال الاخوان ديالنا ديال المرشحين لقوا مشاكل ايضا في الترشيح ديالهم، ولم تحل هاد المشاكل ديال جوج ديال الاخوان ديالنا الا بصعوبه كبيره جدا. هذه المسطره ديال الترشيح خص المرشح ينتقل للمركز للدار البيضاء باش يجيب شهاده ديال الابراء من الذمه، خصو يدلي ايضا بشهاده عدليه من المحكمه، خصو يجيب شهاده العمل من المديريه الاقليميه، خصو وثائق ايضا اخرى مرافقه خصو يدلي بها باش 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 يترشح. والحال ان مجموعه ديال المرشحين لم تقبل ترشيحاتهم بسبب مشاكل بسيطه في هذه الوثائق الاداريه. ايضا اعتماد مركز تصويت واحد في مجموعه من الاقاليم الشاسعه، مثلا في تارودانت وفي فيكي تجد اقليم شاسع جدا وفيه مركز ديال التصويت واحد، بمعنى ان الاستاذ والاستاذه ستنقل مسافه ديال 100 كيلومتر او اكثر من 100 كيلومتر باش تدلي بالصوت ديالها، وهذا ايضا مخالف ايضا الاعراف والمواثيق المنظمه لهذه الانتخابات في هذا المرفق المهم جدا. الاكتفاء ايضا، وهذه على غير العاده، الاكتفاء فقط بحضور مفوضين قضائيين ومنع الممثلين ديال المرشحين، اي استحقاق كما هو متعارف على ذلك في جميع الانظمه، في جميع الانظمه الديمقراطيه، خص المرشح يكون عنده ممثل ديالو اللي غادي يتابع سير العمليه، واللي غادي يحضر ايضا فرز ديال الاصوات، واللي غادي يجيب في نهايه المطاف المحضر ديال محاضر ديال 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 النتائج. وهذه العمليه ايضا لم تتح في مجموعه من الاقاليم، في مجموعه من الجهات، بدليل الضجه التي حدثت في مجموعه ديال الاقاليم في طنجه، في وزان، في الشاون. وبالنسبه للناظور، كان هناك سيناريو اخر، لان احنا توجهنا للمشاركه في هذا الورش بحسن نيه وبايادي ممدوده، ايضا بايادي ممدوده، لاننا ايمانا منا بان هذه المعركه ايضا سنكسبها بدليل العمل الدؤوب الذي فرضناه على مستوى المؤسسات وعلى مستوى التعبئه وعلى مستوى ايضا نوعيه وكفاءه المرشحين الذين قدمناهم لتمثيل النساء ورجال التعليم في هذه الواجهه. ولكن يوم الاقتراع الذي كان يوما حاسما ويوما مشهودا حدثت فيه اشياء كبيره جدا، بدليل ان الناس اللي توكل لهم عمليه ديال الاشراف والاعداد كانوا ناس ينتمون لجهه معينه، هم الذين اختاروا المكان، هم الذين اشرفوا، هم الذين اختاروا ايضا اعضاء ديال المكتب اللي غادي يباشر عمليه ديال تدبير العمليه ديال الاقتراع في هذا اليوم. وكانت النتائج، طبعا كانت النتائج صادمه جدا، من كنقول نتائج صادمه يعني نتائج لم يقبلها العقل، بدليل التفاوت الكبير اولا بين اصوات ديال المرشحين، واحد المرشح يجيب 1022 صوت، واحد المرشح يجيب 64 صوت، وهذه لم تكن لا في اقليم ولا في جهه ولا حتى في دوله معينه، لا يعقل. حتى احنا بالنسبه لنا المرشحين ديالنا 6 ديال المرشحين كان هناك ايضا تفاوت كبير جدا. المرشح الذي اقحم في الكعكه ب 600 صوت، وباقي المرشحين الاخرين يتراوحون بين 82 صوت، 85 صوت، 92 صوت، 300 صوت. هذا ايضا امر صادم جدا، بدليل ان نساء ورجال التعليم الذين تقاطروا بكثافه التصويت اعطوا اصواتهم لكل هؤلاء المرشحين، ولم يكن الفرق فقط، الفرق كان ب 50 صوت، ب 100 صوت بالنسبه للمرشحين اللي عندهم علاقات وامتدادات مع نساء ورجال التعليم. اذا هذا الشيء الذي وقع هو كارثي، وكارثي بكل المقاييس،
وحنا نتوجه للرأي العام، نتوجه للرأي العام من أجل تنويرهم، ونقول لهم بأن عملية ديال الالتفاف على الأصوات كانت عملية شابتها خسة ودناءة لم يسبق لها مثيل، وأن هذه اللعبة المحبوكة نحن نتبرأ منها. ولذلك المرشحين ديالنا أول إجراء قاموا به وذاك الشيء أشرنا عليه في البيان ديال الجهاز الإقليمي هو الطعون أولا، يعني الطعون بأن رافضين للعملية جملة وتفصيلا ورافضين للنتائج، وتاليا أن حتى المرشح ديالنا الرئيسي والمرشح النائب قدموا استقالتهما من هذه اللعبة. وأيضا هذا هو الطمة الكبرى، هو أن المرشح الذي كان محسوبا على هذه الجهة الوصية على هذا المرفق التعاضدي والذي حصل على 1022 صوت أيضا هو الآخر قدم استقالته من المجلس من الجمع العام ديال التعاضدية، مما يؤكد صحة ما قلناه وما حضرنا إليه جوابا على النتائج المهزلة ديال هذه المعركة ديال التعاضدية في هذا الورش التعاضدي المهم جدا. ولذلك خطابنا ولغتنا واحدة في إطار النقابة الوطنية للتعليم هو أن نطالب، مطالبتنا هو إعادة هذا الاستحقاق على مستوى هذا الإقليم من أجل تكافؤ الفرص، من أجل أن نعطي لكل حق حقه. وحدثت عملية إعادة الترشيح في طنجة، وإن كان الإخوان لم يحصلوا على المقاعد ولكنهم حصلوا على شيء مهم جدا وهو أنهم فرضوا ممثلين ديال المرشحين. نحن لا، ما يهمنا هو أن تكون العملية نزيهة فيها ممثلين ديال المرشحين، فيها محاضر، فيها تكافؤ الفرص وفيها نزاهة. وهذا هو مبتغانا في إطار النقابة الوطنية للتعليم، وأكتفي بهذا القدر. وللإخوة معايا الإخوة أعضاء المكتب الإقليمي، إلى غفلت شي جانب من الجوانب ممكن يتقدموا باش يديروا هذا. الرسائل ديالنا واضحة، أكدنا عليها. بقي شكل آخر في الأجراء ديال البيان الإقليمي هو الوقفة الاحتجاجية. احنا ملتزمون بكل ما قررناه من خطوات نضالية، لكن عندنا تنسيق مع المكتب الوطني، وفي اجتماعنا في المكتب الوطني قررنا على أننا شكل نضالي خصو يكون، إما غادي يكون في الدار البيضاء أمام التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وإما غادي يكون لحظة انعقاد المجلس الإداري، وفي أي مكان انعقد هذا الشكل النضالي حنا غادي نكونوا موجودين. وأيضا حتى الشكل ديالنا على المستوى المحلي غادي نشوفوا له أيضا الوقت المناسب والمكان المناسب فين ممكن نعنوا على هذا الشكل النضالي أمام الفرع ديال التعاضدية بإقليم ديال الناظور، للدلالة أيضا على استمرار هذا الرفض، لأن هذا الرفض غادي يستمر طالما أنه ما كاينش إنصاف، طالما أنه الإنصاف غائب غادي يستمر الرفض ديالنا على مدار الأشهر والأيام القادمة. واللي غادي نأكد عليه كما أكد عليه الأخ أحمد هو أن تحية ديالنا خاصة وشكر خاص لنساء ورجال التعليم الذين أعتقد جازما أنهم بوؤون المكان التي نستحق. وكنت أتمنى صادقا أن الأمور تمشي في كامل الشفافية وتمشي انسجاما مع كل أعراف المنظمة لهذه الواجهة، باش نعرفوا كل واحد والوزن دياله الطبيعي والحجم دياله الطبيعي، لأن هذه ترشيحات فردية وماشي ترشيحات باسم التنظيم النقابي، هذه فقط ترشيحات فردية فيها الجانب العلائقي بشكل مهم جدا، ثم فيها أيضا الواجهة النقابية اللي كتدعم وكتآزر وكتساند، وإحنا هنا من أجل المؤازرة المساندة والدعم الممكن، كل الدعم الممكن عاجلا أو آجلا
لإخواننا المرشحين. شكرا لكم وإلى فرصة أخرى بحول الله. الموقعين، شكرا للموقعين الرائدين على المستوى الإقليمي كيتبعوا كل الأحداث، كنشكرهم جزيل الشكر على حضور هذه الندوة والحضور ديالهم جميع المحطات والشأن اللي كيتعلق بالإقليم. فشكرا جزيل سي جلالي وسي العبوسير عن الموقعين الريفينو ناظور سيتي.